الرحمن الرحيم. اختبار تراكمي 4 حتى الدرس الرابع الوحدة الرابعة صفحة 64 من كتاب المعاصر. السؤال الأول: إذا كان المثلث أ ب ج بيطابق المثلث س ص ع، فإن قياس زاوية س زائد قياس زاوية ص بتساوي 140. هنا الس مع الص ادتني 140، الس مع الص بتطابق الألف مع الباء. هنا يبقى العين زوايا المثلث كلها 180 درجة، هنا ده 140 يبقى العين ب40، يبقى الجيم زيها لأن هي بيطابقها يبقى الجيم ب40 درجة. السؤال اللي بعده: إذا كان المثلث أ ب ج بيطابق المثلث س ص ع، وقياس زاوية ب قياس زاوية ب ب50، وقياس زاوية س ب70. الس بتطابق الألف يبقى الألف ب70 والباء ب50 يبقى 120. أطرحهم من 180 اللي هي زوايا المثلث تديني زاوية ج. السؤال اللي بعده: المثلث أ ب ج بيطابق المثلث س ص ع، طبعا الألف ب بتطابق الس ص، هو كاتبها الص ع ما ينفعش، يبقى أخد اللي بعدها باء ج، الباء ج بتطابق الباء ج بتطابق الص ع برضو ما كتبهاش، يبقى هو هنا جاب لي الص س، أدي الص س، يبقى المفروض يجيب الباء ألف. ما عادش الاختيار الأخير اللي هو العين ص، أدي العين ص، يبقى العين ص هتطابقها الجيم ب. هنا مجموع قياسات زوايا 4 زوايا متجمعة حول نقطة ولا 5 زوايا؟ المتجمعة حول نقطة كلها ب 360 درجة، كانوا 4 زوايا 5 زوايا 6 زوايا، يبقى هي بتساوي بعضها لأن هي متجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة. يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر. إمتى يتطابقوا؟ لو كل ضلع في المثلث الأول يطابق نظيره في المثلث التاني. هنا إذا كان أ ب ج بيطابق د هاء واو، والمحيط بتاع المثلث أ ب ج بيساوي 18 وباء ج دي ب6، يبقى لما الألف باء الألف باء كده ب12 والجيم لوحدها ب6، يعني جمع الألف مع الباء ادتني 12 والجيم لوحدها ب6. نفرض إن دي 6 ودي 6، أو حتى لو مش 6 و6 هما الاتنين مجموعهم 12، هو عايز الدال هاء، الدال هاء ب6 والدال واو ب6، ليه؟ لان هما مجموعهم الاثنين اصلا 12، يبقى انا باخد الدال هاء والدال واو هما الاثنين، هو قال ان هما الاثنين جمعتهم ب12. ب12 منين؟ ان هو قال لي المحيط كله ب18، شيل ال18 شيل منهم ال6 اللي هو جابها، ادي ال6 بقى لي 12، يبقى الاثنين اللي انا جمعتهم ادوني 12، كانوا 6 او اقل هما برضو 12. السؤال اللي بعده: اذا كانت قياس اذا كانت زاوية س تكمل زاوية ص، تكمل يعني 180 درجة، وعندي س دي ب60، يبقى الص بكام؟ الس ب60، يبقى هطرح من 180 هتديني 120. هنا بيقول لي المنعكسة، المنعكسة يعني ب 360 درجة، واحنا جبناها ب 120 درجة اللي هي الص، يبقى هطرح ال 360 من ال 120 هتديني 240. السؤال اللي بعده: إذا كانت قياس زاوية هاء ب ج بتساوي 120 درجة وج ده لينصف، أول ما يقول لك ينصف يبقى أنا عندي زاويتين قد بعض بالظبط. أول ما يقول لي ينصف أعرف إن أنا عندي زاويتين قد بعض. هنا بينصف الزاوية أ ج هاء، يبقى هو هيقسم أ ج هاء دي لزاويتين بينصفوا بعض. هنا هو عايز قياس زاوية د ج أ، امشي معاه بالقلم، د ج أ اللي هي الزاوية الصغيرة اللي تحت، هي دي كلها ب 180 درجة، كل الزاوية دي ب 180 درجة، ليه؟ لأن هي على استقامة واحدة، أ ج باء على استقامة واحدة، يبقى ده كله ب 180 درجة. هو قال لي دي منصف، يعني الزاوية دي قد الزاوية دي، زاوية أ ج د قد زاوية د ج هاء، يبقى الزاويتين دول قد بعض. أنا هاخد ال 180 اللي هي على استقامة واحدة أشيل منها أطرح منها ال 120، يبقى ال 180 ناقص 120 هتديني 60، يعني الاتنين دول ب 60، هو عايز واحدة بس، وأركز هو عايز إيه؟ هو عايز واحدة بس، يبقى أقسم 60 على 2 يديني 30 درجة. السؤال اللي بعده: هو هنا البرهان في الشكل المقابل بيقول لي س ص بتساوي ع ص وس ل بتساوي ع ل. انا عندي هنا جايب لي شروط للتطابق، هو جايب لي رسمه، الرسمه دي كلها التطابق، اول ما اشوف الرسمه ديت لازم يبقى عندي قوس يحط احط فيه الثلاث شروط التطابق، واقول له في المثلث واجيب من اللي هو كاتبه. هنا المثلث هو كاتبه، اذكر شروط تطابق المثلث س ص ل والمثلث ع ص ل، هقول له في المثلث س ص ل والمثلث ع ص ل، باخد من اللي هو كاتبه فيهما، فيهما ايه بقى اللي هو كاتبه هنا؟ ده اول شرط، وده تاني شرط، وتالت شرط انا اللي بجيبه، س ص بتساوي ع ص وس ل بتساوي ع ل، ادي الشرطين، التالت ده بقى انا اللي بجيبه. هنا انا عندي ده ضلع مشترك، طالما ضلع مشترك يبقى تلات شروط التطابق كده موجودين معايا، يبقى كده المثلث ده بيطابق المثلث ده.
هنا عايز قياس زاوية س، ودي من شروط التطابق. خلاص الزوايا اللي قبال بعضها قد بعضها، هنا الزاوية دي 100 يبقى الزاوية اللي بتطابقها قدها، الزاوية اللي بتطابقها هنا زاوية عين بمية، زاوية عين اهي اللي مين اللي بتطابق زاوية عين، زاوية س، يبقى س بايه بمية. ده من شروط التطابق، قياس زاوية س هتساوي قياس زاوية ايه عين بتساوي 110 درجة. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل، قياس زاوية ألف هاء باء بتساوي 30 درجة، وباء هاء جيم بمية وعشرة، وألف هاء دال بتسعين. عايز قياس زاوية جيم هاء دال، جيم هاء دال اللي هي الجزء ده اهو، الجزء ده كله، الزاوية دي كلها اسمها متجمعة حول نقطة، هي كلها متجمعة حول نقطة، المتجمعة حول نقطة ديت بتلتمية وستين درجة، يبقى الزاوية المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة. هجمع الزوايا كلها المتجمعة حول نقطة ب 360 درجة، هقول له أول ما أشوف الرسمة دي على طول أقول له بما أن الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة، وأحط ال 360 بره وأفتح القوس وأخد الدرجات اللي عندي. أنا عندي دي 110 وديت 90، هو ما بيكتبش دايما ال 90، وال 30 ده بتاع الجزء اللي فوق، وهجمع ال 360، هاخد ال 360 ونقص منها القوس اللي موجود عندي اللي هو 230 درجة، يبقى تديني 130 درجة، يبقى قياس الزاوية اللي هو عايزها 130 درجة. معلش كان في سؤال هنا احنا عدناه، هنا قياس عايز قياس زاوية س ص ع، س ص ع اللي هي الصاد كلها، اللي هي الصاد كلها. طبعا انا عندي مثلثين الوقت، عندي مثلث فوق وعندي مثلث تحت. هنا المثلث اللي فوق ممكن اجيب الزاويه من فوق، لان ده قياس زاويه المثلث 180 درجه، عندي واحده ب 110 وعندي واحده ب 45، هطرحهم من ال 180، هجمع ال 110 زائد ال 45 واطرحهم من 180 هيديني 25، يبقى الجزء اللي فوق ده 25، وطالما انا عندي المثلث ده بيطابق المثلث ده يبقى ده برضو ب 25. ده من شروط التطابق، ان الجزء اللي فوق نفس الجزء اللي تحت، الزاويه اللي فوق قد الزاويه اللي تحتها، لان ده ضلع مشترك، يبقى الزاويه اللي هنا هي نفس الزاويه اللي هنا، يبقى دي ب 25 ودي ب 25. هو عايز ص كلها، لان هو قال لي س ص ع، وطالما قال لي س ص ع يبقى عايز ص كلها، طالما ص كلها يبقى هتساوي 50 درجه اللي هي 25 مع ال 25. والسلام عليكم ورحمه الله.